والصوت السوري لو كان مسموعا لما كنا وصلنا إلى هنا. وهؤلاء يريدون تشويه الحقائق، وهم يقولون أن العراق سبب ما يجري هو تهميش سياسي أو محاصصة طائفية، وما يجري في سوريا بأنه نظام علوي وتارة بأنه نظام إقليمي وإلهي، كل هذا ليريدوا دعمهم للجماعات الإرهابية التي لم تكن عربية فقط، يعني بل يقدمون الرأي العام العربي والدولي. لا. عندما نسمع أن هناك في حلب جيش تركستاني، الجيش التركستاني الإسلامي. طيب أستاذ فيصل، أسألك كذلك أو أردت تعليقا لما سأقوله، يعني سيطر المقاومة الإسلامية قد نجحت في وقع جديد يسهم في حفظ النظام والدفاع عن المدنيين في أكثر من جهة وفي أكثر من مواجهة، بسبب يعني لمواجهة التطرف أقصد، لا سيما داعش الإرهابي والقاعدة الإرهابي أيضا وبقية المتطرفين. تعليقك. طبعا هذا الأمر بات واضحا لكل الرأي العام العربي والدولي، لمن أراد أن يريد يعني لمن أراد أن يرى الحقيقة وأن يكون منصفا. لكن المشكلة في أن العين الحاقدة هي التي تتطلع إلى الأمور، وهي التي يعني ذهبت في اتجاه المزيد من التصعيد وجعل حزب الله منظمة إرهابية، وتطييف أو مذهبة حزب الله تمهيدا لوصفه بالإرهاب، كما حصل الأمر مع الحشد الشعبي. لكن أريد أن أعرج قليلا يعني على ما سألتني به قبل هذا السؤال. اليوم هناك تصريحات سعودية واضحة بأن يعني العالم العربي وإسرائيل هناك معاهدات سلام، وهناك البعض يعني بدأ يقول أن العرب أصبحوا في حالة سلام مع العدو الإسرائيلي، وعماد هذه يعني عماد هذا الموضوع المبادرة العربية للسلام التي أطلقتها السعودية في قمة جامعة الدول العربية في 2002 في بيروت. إذن هناك غزل سعودي وغزل خليجي واضح مع العدو الإسرائيلي، بأن هؤلاء لا يمانعون في إقامة سلام واضح المعالم وعلني مع العدو الإسرائيلي، في حين أنهم يرون بأن حزب الله الذي حرر لبنان من العدو الإسرائيلي أنه إرهابي. هذه هي المفاهيم التي قلبت الحقائق في العالم العربي، وهؤلاء يعتمدون على أموالهم وعلى حقدهم المذهبي والطائفي الذي ينشرونه إذن في العالم العربي بشكل واضح. إذن المحلل السياسي الأستاذ فيصل عبد الستار، جزيل الشكر لك سيد الفاضل، كنت معي عبر الأقمار الصناعية مباشرة من العاصمة اللبنانية بيروت. شكرا أستاذ. لم يكن هذا هو الموقف الأول للدكتور الجعفري بالجامعة العربية، حيث ما زال خطاب عام 2005 عالقا في الأذهان عندما تحدث أيضا بالمقاومة، رافضا مزايدة العراقيين على عروبتهم ووطنيتهم، فيما تبعت هذه الخطابات كلمات أخرى أثبتت التزامه بموقف ثابت أزاء قضايا العراق والمنطقة. هذا هو مفهوم المقاومة، نحن أبناء المقاومة. من الذي يزاودنا على المقاومة؟ ومن الذي يملك تاريخا أطول من تاريخ العراقيين في المقاومة ومواجهة الدكتاتورية؟ من؟ نحن أبناء الصدر، الصدر الذي صمم على الشهادة وقال أقدم نفسي شهيدا وهذا آخر خطابي معكم. نحن أبناء عبد العزيز البدري الذي قطعه أوصالا صدام. نحن أبناء هؤلاء، نحن نمشي بطريق ونعي جيدا الخطورة التي ألمت بنا. هناك هنا صدح أول صوت عراقي في أروقة جامعة الدول العربية ليشعل في بعض النفوس المحسوبة على العرب قلقا لا ينتهي يطوف إلى السطح كلما اعتلى الجعفري صهوة المنصة، وما أن يبدأ بالحديث حتى تجد ترقبا غير طبيعيا من الداخل العراقي والخارج كذلك، كان نتاجا واضحا لتلك الكلمة عام 2005. ونحن إخوانكم هنا، جئت إلى هنا ووددت أن تتحرك العملية ويكون إخواننا بكامل أفراد العائلة العربية معنا في الشارع العراقي، وقلت لهم انصفونا فيما لنا وانصفونا فيما بما علينا، انصفونا. سنوات كثيرة مرت وبقيت هذه الكلمة مدوية في آذان من أثرت فيهم من المؤيدين والرافضين على حد سواء،
لما حملته من حقيقة امتزجت بعاطفة شعب تكالبت عليه التدخلات الخارجية. وفي موقف وكلمة أخرى داخل الجامعة العربية، وضع الجعفري الحاضرين أمام حقيقة لم يحاول يوماً الإيمان بها، ليذكرهم بأن العراق يحارب الإرهاب دفاعاً عن نفسه وعن جميع الدول العربية. نواجه حرب على جبهتين، جبهة الداخلية نقاتل أصالة عن أعراضنا وكرامتنا وثروتنا وسيادتنا وعن كل أبنائنا، وحرب نيابة عنكم جميعاً من دون استثناء، لأن كل بلدانكم مهددة بالإرهاب. ضرب دول في العمق الديمقراطي في كندا وفي فرنسا وفي السويد وفي مختلف مناطق العالم ضربها الإرهاب، كل الدول مهددة بالإرهاب. وقلنا لهم منذ 2004 صدحت بخطاب وقلت لهم الإرهاب لا دين له ولا وطن له، ها هو اليوم ينشر ظله في كل دول العالم. وأقول لكم سمى نفسه الإسلام والإسلام منه براء، سرعان ما سينتشر في أمم أخرى. وبعد أن أقدمت تركيا على انتهاك الأراضي العراقية وإدخال جزء من قواتها إلى الموصل، سارع الجعفري ببدء حراك دبلوماسي واسع ضد هذا الانتهاك. كانت إحدى خطواته طلب جلسة خاصة لجامعة الدول العربية، أكد خلالها رفض العراق القاطع لهتك سيادته من قبل أي دولة في العالم. أرجو أن يفهم هؤلاء الأخوة، نحن لازلنا حريصين على إبقاء العلاقة طيبة مع الدول الجوار جميعا ومن ضمنها الجمهورية التركية، لكن ذلك لم ولن يعني أننا نتسامح بهتك سيادتنا دونها خط القتال، هذا أمر لا مفر به. شعبنا يقاتل وسيقاتل وسيواصل ضد داعش بكل فصائله بكل الخلفيات، مختلف الديانات مختلف المذاهب مختلف القوميات مختلف المناطق العراقية، شيء واحد اسمه الدفاع عن سيادة العراق ضد داعش. يعلم الجميع بأن هذه المحطة لن تكون المحطة الأخيرة لصوت الجعفري، فهناك إيمان بضرورة استمرار هذا الصوت بالارتفاع للحاجة الماسة إليه في وقت تناغمت فيه الكثير من الأصوات التي تدعي الوطنية مع ميول خارجية مشبوهة. تظاهر عشرات المواطنين والناشطين المدنيين بمحافظات الوسط والجنوب مطالبين بإجراء إصلاحات في مؤسسات الدولة والقضاء على الفساد. شبكة مراسلي بلاد الفضائية أوضحت أن عشرات المواطنين والناشطين المدنيين نظموا تظاهرة بالعاصمة بغداد ومحافظات البصرة والنجف والمثنى وكربلاء المقدس، مطالبين بتنفيذ إصلاحات في مؤسسات الدولة وتشكيل حكومة تكنوقراطة. المراسلون أضافوا أن المتظاهرين طالبوا أيضا بتحسين الخدمات والقضاء على الفساد وتقديم المسؤولين الفاسدين إلى القضاء. إلى ذلك، أعلنت مديرية المرور العامة إعادة فتح أغلب طرق بغداد التي أغلقت اليوم باستثناء جسري الجمهورية والسنك. العميد عمار وليد من إعلام مديرية المرور العامة قال إن الفتح شمل جسر الجدرية وتقاطع معسكر الرشيد وشارع القناة باتجاه قرطبة فقط، مبينا أن القطع بقي مستمرا على جسري الجمهورية والسنك وساحة التحرير ومقترباتها. وكانت القوات الأمنية قد أغلقت صباح اليوم جميع المداخل والمخارج والجسور المؤدية إلى المنطقة الخضراء وسط العاصمة بغداد. وللمزيد ينضم إلينا مباشرة بالصوت والصورة ضيفنا المحلل السياسي الدكتور واثق الهاشمي. أهلا بك ومرحبا سيدي الكريم. بداية، العبادي حذر من استغلال التظاهرات لسحب البلاد إلى الفوضى، كيف يمكن للحكومة التعامل مع التظاهرات بالشكل الذي يؤمن مصلحة الجميع؟ تفضل. شكرا، مساء الخير عليكم وعلى المشاهدين الكرام. بالتأكيد تبقى التظاهرات نقطة مهمة وعلامة مضيئة في تاريخ العراق، وسيلة ضاغطة لعدم وجود معارضة في البرلمان، لكن هذه التظاهرات يجب أن تكون وفق الأطر المرسومة لها، أن تكون هذه التظاهرات سلمية، أن تكون هذه التظاهرات موجهة توجيها صحيحا نحو أهدافها الحقيقية، لا أن تكون هناك حالات فوضى كما حدث في الأسبوع الماضي، ولا يكون هناك دخول إلى البرلمان أو تدمير معدات البرلمان أو التعدي على ممتلكات الدولة من قبل نفر ضال
كان موجود في مع المتظاهرين. لذلك الحكومة العراقية تحاول أن تبسط النظام، تسمح بالتظاهرات لكن ضمن الضوابط اللي موجودة وما تأخذ من إجراءات أمنية في هذا اليوم، أو هدفها الأول الحفاظ على هيبة الدولة العراقية، الحفاظ على مؤسسات الدولة العراقية، وتهيئة أجواء ملائمة للمتظاهرين ليقوموا بتظاهراتهم. طيب سيد دكتور واثق، الكتل الكردستانية علقت حضورها لجلسات مجلس النواب بعد اقتحام المتظاهرين للبرلمان، بوجهة نظرك هل الحكومة ستقدم ضمانات للنواب الكرد لتجاوز هذه الأزمة؟ أنا أعتقد هذه مفارقة غير مقبولة ربما لتصدير أزمة. ماذا فعل النواب في الإقليم عندما طرد رئيس البرلمان من قبل السيد مسعود برزاني وهو منتخب رئيس برلمان الإقليم؟ ماذا فعل الأخوة في برلمان الإقليم عندما حل البرلمان السيد مسعود برزاني واليوم البرلمان لا يعمل في الإقليم؟ لماذا لم يعترضوا؟ لماذا لم يتظاهروا؟ لماذا لم يتقاطعوا؟ أنا أعتقد الموضوع برمته هي تصدير للأزمة. ما حدث في بغداد كانت تظاهرات، وهذه التظاهرات في نفس اليوم تم حل هذا الموضوع وتهيئة تقديم اعتذار للنواب الذي تم التجاوز عليهم، لكن أن تجير هذا الموضوع سياسيا غير مرفوض. الإخوان في الإقليم هم نواب منتخبين عن الشعب العراقي وليس عن الإقليم فقط، عليهم أن يمارسون دورهم في البرلمان في التصويت في تشريع القوانين. اليوم الجلسة تستطيع أن تكون حاضرة بدون أعضاء البرلمان في إقليم كردستان، لكن الشراكة مهمة وحضورهم مهم للمداولة في وضع العراقي اللي يمر بأحرج ظروفه. طيب دكتور واثق، بعض الجهات الحكومية عدت التغيير الوزاري إصلاح جزئي للمؤسسات الحكومية، هل تتوقعون أن الحكومة العراقية ستقدم خارطة إصلاح تضمن حقوق جميع مكونات الشعب العراقي؟ يعني أكو ملاحظة مهمة، يعني إحنا فشلنا في الخطوة الأولى أو خط الشروع الأول في الإصلاح. خط الشروع الأول هو عملية تشكيل حكومة تكنوقراط، فشلنا فيها بجدارة. الصراعات السياسية الفئوية الحزبية، رفض قادة الكتل التنازل، لذلك هناك طريق طويل بوكلاء الوزراء، المدراء العامين، الهيئات المستقلة، مؤسسة الدولة العراقية، تطبيق شروط صندوق النقد الدولي، كل هذه الأمور غير حاضرة. لكن موضوع أن الدولة العراقية والحكومة العراقية عليها أن تختار من التكنوقراط ممثلين لكل المكونات، أنا أعتقد هذه ضرورة ملحة لاعتبارات أن العراق هو بلد مكونات. أنا لا أتكلم عن موضوع محاصصة طائفية، لكن هناك من التكنوقراط موجودين في كل مكونات الشعب العراقي يستطيعون أن يقدموا الأداء الجيد في فترة حرجة يمر بها العراق بثلاثة ملفات خطرة للغاية: ملف الأمن بشقي الحرب على الإرهاب وضرب الجماعات المسلحة، والقضية الثانية موضوع الاقتصاد العراقي المنهار في ظل انخفاض أسعار النفط، فضلا عن ملف ثالث هو ملف الإصلاحات. نعم، المحلل السياسي الدكتور واثق الهاشمي كنت معنا بالصوت والصورة وعلى الهواء مباشرة، شكرا لانضمامك إلينا. شكرا. التظاهرات السلمية التي شهدتها البلاد مؤخرا أمر كفله الدستور، لكن الاحتجاجات الأخيرة وما رافقها من أحداث كانت قاعدة الانطلاق في تغيير مجرى الخطابات ومساراتها من قبل رئيس الوزراء وجهات أخرى. فراس الفؤاد. هيبة الدولة ومؤسساتها هي ما طالب بحفظهما رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي في مؤتمره الأخير، الذي وجه من خلاله الحديث إلى المرجعيات الدينية وقادة الكتل وشخصياتها السياسية. التظاهرات الأخيرة وما رافقتها من أحداث كانت قاعدة الانطلاق في تغيير مجرى الخطابات ومساراتها من قبل رئيس الحكومة وجهات أخرى. إن الواجب يحتم علينا جميعا من مرجعيات دينية وهي صمام أمان مجتمعنا، ومن رموز دينية وقادة وكتل سياسية ونشطاء في المجتمع، ضرورة التأكيد بصورة واضحة على المتظاهرين باحترام هيبة الدولة والمؤسسات وعدم منح الفرصة للمندسين والمخربين للانخراط بين صفوفهم. مبدأ التظاهر هو ما لم يختلف عليه اثنان ولن يختلفا، لكن محور التعليق عليه يكمن في طريقة سريانه التي تذهب رئاسة الوزراء إلى ضرورة حصولها على مقدمات قانونية وأمنية، وهذا ما ذهبت إليه أيضا بعض الأوساط الشعبية. هذه المظالم وهذه المطالب وهذا السخط وهذا التقصير وهذا الإهمال من الحكومة واجب التظاهر على المواطن وواجب المطالبة به، ولكن أن يتم بطريقة حضارية، طريقة دستورية، طريقة قانونية. احنا كل جيل نعرف المظاهرات بها فائدة،
هو المظاهرات هي انعكاس للواقع السياسي والواقع الاقتصادي لواقع السلبيات للدولة. لكن هل هذه تتخطى وتحدث إرباك في الدولة؟ كلا. من خرج بتظاهرات مليونية له مبررات واقعية يستند إليها بقوة، والإصلاحات المنتظرة التي بقيت حبرا على ورق هي التي أججت الشارع العراقي بحسب تعبير بعضهم، وبين هذا وذاك تبقى سماء البلاد ملبدة بغيوم الأزمات التي تحتاج إلى حلول جذرية وفورية. تقاطع الرؤى بين المنظومة الحكومية وبعض الكتل السياسية حول مبدأ التظاهر من عدمه هو ما يزيد المشهد العراقي سخونة في المرحلة الراهنة، والغموض هو ما يكتنف أحداث الأيام القادمة التي يتمناها المواطن العراقي أكثر هدوءا. براس الفوادي بلادي الفضائية، بغداد. كشف مصدر من داخل التحالف الكردستاني أن الكتل الكردية طلبت من الوزراء التابعين لهم عدم المشاركة باجتماعات مجلس الوزراء. المصدر أوضح أن الكتل الكردية طلبت من كافة وزرائها عدم المشاركة باجتماع مجلس الوزراء المقرر عقده الأحد المقبل، احتجاجا على اقتحام المتظاهرين مبنى البرلمان قبل أيام. وكان مجلس الوزراء قد أرجأ جلسته المقررة عقدها الخميس حتى الأحد لتزامنها مع ذكرى المبعث النبوي الشريف. بعد الأحداث الأخيرة التي شهدها مجلس النواب، أعلنت الكتل الكردستانية رفضها العودة إلى العاصمة بغداد عقب اقتحام البرلمان من قبل المتظاهرين، حيث وضعت تلك الكتل شروطا للعودة إلى جلسات مجلس النواب. رفاه فالح. عدم العودة إلى بغداد وعدم حضور جلستي الوزراء والبرلمان القادمة إلا بقرار سياسي من الأحزاب الرئيسية الخمسة في الإقليم، وكذلك توفير حكومة المركز الحماية لهم، شروط ومواقف اتخذها رؤساء الكتل الكردستانية داخل البرلمان العراقي في اجتماع لهم بمحافظة السليمانية. النواب الكرد يرفضون رفضا تاما أي إملاءات من أي كتل سياسية عليهم، ويتمسكون بموقفهم الرافض للإملاءات والمعبر عن الإرادة الحرة فقط لناخبيهم من شعب كردستان، ولن يعودوا إلا بضمانات كافية وبقرار سياسي من الأحزاب الرئيسية الخمسة في الإقليم. وبعد الانتظار الطويل ولساعات متأخرة من الليل، رفض رؤساء الكتل الإدلاء بأي تصريح حول نتائج الاجتماع الذي خرجوا به، واكتفت النائبة آلا طلبان بالقول إن لا عودة لهم إلى بغداد في الوقت الحاضر والمشاركة مجددا في العملية السياسية، فيما تهرب عدد آخر من المجتمعين ولم يدلوا بأي تصريح للصحفيين. النواب الكرد لن يعودوا إلى بغداد في الوقت الحاضر، وعودتنا تأتي بعد قرار موحد من قبل القيادة الكردية في الإقليم، وهناك اجتماعات ستعقد خلال الأيام القادمة بين الأحزاب للاتفاق على هذا الموضوع والخروج بقرار موحد يمثل رأي كافة الأحزاب الكردية في الإقليم. أكيد موضوع عودتنا إلى بغداد والبدء بعملية سياسية من جديد مع الجهات السياسية الموجودة في العراق، هذه الأمر تعود إلى القيادة الكردية والقرار الأخير والأولى للقيادة الكردية في كردستان العراق. وبحسب متابعين للشأن السياسي، يحاول الكرد عبر استمرارهم بمقاطعة جلسة مجلسي الوزراء والنواب بالحصول على ضمانات من المركز تتضمن بقاء وزرائهم في مناصبهم ودفع رواتب موظفي الإقليم الذين لم يستلموا رواتبهم منذ أكثر من 6 أشهر، ما أثار غضب الشارع الكردي تجاه ساسة الإقليم. لقناة بلاد الفضائية، رفاه فالح، السليمانية. مشاهدينا، ولمزيد من التفاصيل ينضم لنا عبر الأقمار الصناعية مباشرة من بغداد مراسلنا من هناك الزميل فراس الفوادي. فراس، بعد التحية زميلي، يعني مديرية المرور العامة أعلنت عن إعادة افتتاح كثير من الطرق التي تم قطعها صباح هذا اليوم، حبذا لو تحدثنا عن أبرز هذه الطرق التي تم فتحها. تفضل فراس. رائع فراس إبراهيمي، شكرا جزيلا لك ومرحبا بك وبجميع مشاهدي قناة بلادي الفضائية. نتواجد أو تواجدنا منذ صباح اليوم في أروقة وشوارع العاصمة بغداد لرصد كل شاردة وواردة بخصوص القطوعات التي تمت هذا اليوم. الأمر جرى فراس كما يلي:
في الصباح كانت هناك طرق جملة من الطرق وشوارع مغلقة ولم تفتح حتى الظهيرة. هذه الطرق هي كل الطرق المؤدية إلى المنطقة الخضراء وما بعدها. كان هناك أكثر من طريق مغلق، جسر الجادرية، الطابقين، القناة، شارع يعني تقاطع الرشيد، وكثير من هذه الشوارع قطعت تماما في هذا الوقت. في وقت الظهيرة أعلنت المديرية العامة لمرور بغداد عن فتح يعني الكثير من هذه الشوارع. فتحت أيضا فتح شارع القناة باتجاه قرطبة، فتح أيضا جسر الجادرية، فتح الطابقين، فتح تقاطع الرشيد والطرق التي بعدها وقبلها لأنها أيضا كانت مغلقة. الذي بقي بعد الظهيرة هو جسر السنك وجسر الجمهورية. إلى الآن فتحت هذه الطرق، والتأخير جرى على يعني جسر الجمهورية لأسباب أمنية يعرفها الجميع. قد يتأخر فتح هذا الجسر بسبب التظاهرات وغيرها، لكن إلى الآن فتحت كل الشوارع، وكما ترى خلفي الآن فراس هذه الشوارع فتحت والحركة بدأت تدب في شوارع العاصمة بغداد، وصيحات الاستهجان التي حملنا المواطنون إيصالها إلى أصحاب القرار صباحا يعني بدت الآن صيحات يعني هذا ما أردت بيننا وبينهم. هذا ما أردت أن أسألك إياه زميلي فراس. أسألك عن ردود أفعال المواطنين إزاء الإجراءات الأمنية التي تم اتخاذها اليوم بشأن قطع هذه الطرق. تفضل فراس. فراس، الاستياء كان واضح والامتعاض كان كبير جدا بالنسبة لهذه القطاعات التي يعاني منها المواطنون. يعني بالمناسبة فراس، هناك فكرة تكونت لدى المواطنين وبالخصوص يعني من التقيناهم هذا اليوم، هي هذه الفكرة تقول أن الخطط التي توضع في جميع المجالات تضع المواطن في الترتيب الأخير. يعني هناك خطط جاهزة تطرح بشكل سريع من غير حساب ما يعاني منه المواطن. البعض من المواطنين قال وطالب بأن تكون هناك إعلانات مكثفة بأن الطرق غدا مثلا ستقطع. لماذا لا تكون هذه الإعلانات وهذا التكثيف وهذا الخبر في مثلا كل القنوات العراقية من أجل أن يكون المواطن على دراية بالطرق التي ستقطع، ولا يتفاجأ صباحا بأنه يذهب في طريق ويجده مقطوع وبالتالي الآخر مقطوع. هذا الاستياء كان واضح وصريح، واليوم جميع المواطنين طالبوا بأن يتم إيصال هذا الصوت من خلال منبر قناة بلادي الفضائية. يعني هذه القطوعات تؤثر. البعض ذهب أبعد من ذلك فراس، قال أن ما يعانون هو الذي أدى إلى هذه التظاهرات وأدى إلى كل شيء يجري الآن في البلد بسبب المعاناة. لكن بهذه القطاعات تزداد هذه المعاناة، ولا يمكن أن يكون هناك حلول بأن توضع القطاعات بشكل سريع وصريح في هذا الوقت. هم يطالبون بأن تكون هناك خطط مدروسة يعني من أجل النهوض بواقع المواطن وليس بالزيادة عليه. من قلب العاصمة بغداد مراسلنا من هناك الزميل فراس الفوادي، جزيل الشكر لك زميلي الفاضل، كنت معي عبر الأقمار الصناعية مباشرة. شكرا فراس. عد النائب عن الجبهة التركمانية حسن توران أن إجراء تغيير وزاري ليس إصلاحا. توران أوضح أن على رئيس الوزراء تقديم ورقة إصلاح شاملة لا تقتصر فقط على تغيير وجوه في الكابينة الوزارية، لأن الإصلاح لا يتم فقط بتغيير الوزراء من دون أن يرافقها تغيير في المنظومة التشريعية تؤدي إلى تشريع القوانين، مضيفا أن تشريع قانون المحكمة الاتحادية سيؤدي إلى إصلاح القضاء وتفعيل دوره ومحاكمة المفسدين وإنهاء ملفات الفساد المتراكمة. القطوع التي تتخذها القوات الأمنية وسط العاصمة باتت تؤثر بشكل سلبي على حياة المواطن في أيام الدوام الرسمي وأيام العطل، فضلا عن أن الازدحامات المرورية التي تشهدها أغلب شوارع العاصمة تقيد الخيارات أمام حركة الشارع. صباحك. يوم الجمعة في بغداد كان يوم الاستراحة والخروج بنزهة مع أفراد العائلة أو زيارة الأقارب، لكن وبعد سلسلة التظاهرات المطالبة بالإصلاحات تحول اليوم هذا إلى يوم القطوعات والصبات الكونكريتية التي تكفرت بتقطيع أوصال العاصمة بأوامر حكومية تحسبا لأي تظاهرات قد تصل للخضراء
أو غيرها كما جرى في التظاهرات الماضية. الشوارع انسدت، يعني سدوها اليوم الصبح، ويعني قبل ساعتين فتحت. احنا ما نريد يعني الشوارع تنسد ويضاقون مواطن برزقه وش اسمه، يعني ما يصير هالشكل، يعني مشاكلهم يحلونها بيناتهم هناك. السياسيين على بعضهم، احنا العالم الفقر على بعضنا، وهذه الظروف تعرفون انت البلد يمر بازمه، اشكال ازدحامات وظروف تعبانه، وهذا مو خوش حاله هاي. هو يوم الجمعه راحت العائله، يعني مثل عده شغل بيوم بالاسبوع، يعني الايام يوم جمعه راحته يطلع عاده، هسه ما نقدر نطلعهم. الشوارع مسدودة، وضع يعني شوف أنت قطوعات. مظهر القوات الأمنية وهي تضع الصبات الكونكريتية والأسلاك الشائكة سجل في الشوارع الرئيسية والفرعية والساحات التي استخدمت سابقا في التظاهرات، حتى أصبحت هذه الظاهرة تلاصق نهاية الأسبوع وبصورة بديهية. احنا كلتنا على باب الله، يعني أنا قاعد إيجار 500 ألف وعدي شهداء 2، يعني بهاي الحالة شلون بش خلي جاوبني على القطع هذا؟ أنا قاعد إيجار 500 والله. المحلات التجارية، الدكاترة، أي واحد عنده ارتباط بعمل هو ينقطع بهذه الساعة. أنتم السياسة حلوة مشاكلكم بياناتكم، يعني الساعة 3:30 الساعة 4 اللي فتحوا الطرق. مصر 13 يوم صوت حل، العراق صار 13 سنة أي حل ما أجمع عندكم. العراقيون يبحثون عن حلول جذرية للمشاكل السياسية والتقاطعات القائمة بين الكتل وقادتها على ألا تؤثر سلبا على حياتهم التي تكتنفها جملة من المصاعب والتحديات الخطرة، ومنها التفجيرات والاضطرابات الأمنية. يتفق الجميع على ضرورة تمتين الإجراءات الأمنية لتفويت الفرصة على بعض المندسين داخل التظاهرات، لكن على ألا يصل الأمر لغلق الشوارع والجسور بصورة تشل فيها الحركة داخل العاصمة. صباح حكيم، قناة بلادي، بغداد. اتفق رئيس الجمهورية فؤاد معصوم مع وزير النفط والقيادي بالمجلس الأعلى الإسلامي عادل عبد المهدي على وضع خطة لاستئناف جلسات مجلس النواب. رئاسة الجمهورية أكدت ببيان لها أن معصوم استقبل عبد المهدي وبحث معه التطورات السياسية وسبل نجاح العراق في تجاوز الأزمة الاقتصادية الراهنة، مشددا على أهمية إحراز تقدم سريع في حل المشكلات التي تواجه العملية السياسية. جملة اتهامات وجهها البعض إلى التيار المدني لمشاركته بعملية إلحاق الضرر بمجلس النواب والتعدي على البرلمانيين، مراقبون أشاروا إلى أن هذه الأعمال مرفوضة بشكل كامل، وبخاصة أن الدستور كافل حق التظاهر وليس التعدي على المؤسسات الحكومية. عبد الله نوري. كفل الدستور العراقي الجديد حق التظاهر والسماح للمواطنين بالتعبير عن آرائهم والتنديد بالظواهر والإجراءات الحكومية التي لها انعكاسات سلبية على واقع الحياة العامة. التظاهرات الأخيرة التي جرت وسط العاصمة بغداد وما رافقتها من أحداث ألحقت الضرر بمجلس النواب، عدها البعض إنها خارجة عن أطر الدستور وحق التظاهر، بينما أشار مراقبون إلى أن أناسا مندسين بين المتظاهرين حولوا عرقلة العملية السياسية بالأعمال التخريبية. حولت الاتهامات كلها على التيار الصدري صراحة وعلى التيار المدني. أنا أقول هناك من يوجد من المندسين أثناء وجود التظاهرة هتف ضد دول الجوار وقام بأعمال تخريبية. المدنيون المشاركون في التظاهرات حصلوا على نسبة من الاتهامات أيضا على أساس مشاركتهم بأعمال التخريب الأخيرة. هذا الأمر رفض من قبل أصحاب الشأن والمراقبين للعملية السياسية، مشيرين في الوقت ذاته إلى احترام المؤسسات الحكومية وتوجيه التظاهر ضد الفساد والمفسدين. الدستور كفل التظاهر، كفل الاعتصام، ولكن بعيد عن التخريب وبعيد عن المساس بممتلكات الدولة. البرلمان يمثل السلطة التشريعية في العراق، ربما أعلى سلطة في البلد. ما حصل من تجاوزات، وإن البعض يقول أنها بيت الشعب يحاول أن يبرر، ولكن هو إجراء مرفوض جملة وتفصيلا، وربما سيترتب عليه ملاحقة قانونية للأشخاص الذين تجاوزوا على حرمة البرلمان. بين تأكيدات الدولة على ملاحقة من تسبب بإلحاق الضرر داخل مجلس النواب وإصرار التيار الصدري على التظاهر داخل العاصمة، تبقى الأمور معلقة وهي تفقد الحل الجذري الذي يرضي الطرفين والشعب العراقي. من بغداد، عبد الله نوري، بلاد الفضائية.
تحاول بعض الجهات إرباك الوضع في البلاد من خلال بث شائعات مغرضة وشعارات طائفية، ما يحتم على وسائل الإعلام الوطنية التحرك بشكل جاد لإفشال هذه المخططات. أحمد العبودي. منذ بدء تصاعد وتيرة الأزمات في البلاد لا سيما السياسية، حتى بدأت بعض الأدوات تعمل على إرباك الأجواء أكثر من خلال نشر الإشاعات المغرضة وبخاصة الطائفية ونسبها إلى جهات أخرى في محاولة لدس السم في العسل. فالتطورات السياسية الأخيرة في البلاد فتحت الباب على مصراعي لبعض الوسائل الإعلامية للترويج لحملات مباطنة برغبات حزبية وطائفية بحسب المراقبين من أجل ازدياد الاحتقان للأوضاع العامة في البلاد. حاول البعض اللعب على وتر الإشاعة من خلال الإعلام لزعزعة صفوف الشعب العراقي بينه وبين الحكومة وزعزعة صفوف أبناء الحشد الشعبي. على الإعلام اليوم أن يكونوا مهنيين في نقل الخبر، على هيئة الإعلام واتصالات كذلك أن تنظر بعين الجدية وعين العدالة للقنوات التي تحاول إثارة الفتنة من التي سالكة في الخط الوطني. فيما يرى معنيون إن من الضروري أن تأخذ هيئة الإعلام والاتصالات دورها الفعال في مراقبة ومتابعة ما يعرض في خانة الوسائل الإعلامية، وأن تعمل بشكل صارم بعيدا عن الضغوط السياسية في ردع من يخالف القوانين العامة، ولا سيما في الوقت الراهن الذي يمر به العراق. يجب على هيئة الإعلام والاتصالات أن تراقب البث ومدى مطابقته للمعايير والمواصفات التعبير عن الرأي والديمقراطية والبث الحر والشفاف. لذلك ويجب على هذه على الهيئة أن تحاسب وتراقب كل قناة تثير الفتنة، تثير الأعراض الطائفية، تمجد الإرهاب، تمجد لعصابات داعش ولو كانت بالإشارة وبالتلميح. وقد أوقفت هيئة الإعلام والاتصالات بعض البرامج في الأيام السابقة لمخالفتها الشروط العامة التي وضعتها فيما يخص النشر، مع تأكيدها على ذهاب باتجاه الخطاب الإعلامي الرصين والسلوك المهني واعتماد المعيار الوطني بعيدا عن العشوائية في طرح المواضيع، وهو ما يحتاجه البلاد في الوقت الحاضر، ولا سيما مع ما يمر به من تخبطات سياسية وظرف أمني صعب. يحتاج العراق إلى خطاب إعلامي وطني يسهم بشكل كبير في تهدئة الأوضاع العامة للبلاد بعيدا عن المحسوبية والطائفية. من العاصمة بغداد، أحمد العبودي، قناة بلاد. أعلنت قيادة الشرطة الاتحادية اعتقال 3 من أخطر قيادي داعش غرب الرمادي. قائد الشرطة الاتحادية الفريق رائد شاكر جودت أوضح أن قوة من الشرطة الاتحادية اعتقلت المدعو أبو موسى العسافي وهو مسؤول ما تدعى بالبيعة، والمدعو عبد الوهاب النمراوي وهو مسؤول التلغيم في قضاء هيث، والمدعو أبو مثنى الحياني وهو مسؤول ما يدعى بديوان شؤون المسلمين ولاية الأنبار بعملية أمنية غرب مدينة الرمادي. تمكنت القوات الأمنية من تحرير مركز شرطة السلام ورفع العلم العراقي فوقه جنوب الفلوجة. عضو اللجنة الأمنية في مجلس محافظة الأنبار راجع العفان أوضح أن القوات الأمنية تمكنت من فتح الطريق الرابطة بين ناحية العامرية والمدينة السياحية شرق الرمادي، مبينا أن عملية التحرير جاءت بعد تدمير 3 عجلات ملغمة يقودها انتحاريون تم تفجيرها من قبل القوات الأمنية والطيران الحربي للتحالف الدولي، مشيرا إلى أن العملية شارك بها أيضا فوج مقاتلي عشائر درع الفلوجة بقيادة قائم مقام القضاء. بعد معارك شرسة مع التنظيمات الإرهابية تمكنت القوات الأمنية من تحرير عدد من القرى جنوب الفلوجة وقتل مئات الإرهابيين. محمد الشمري والتفاصيل. تتواصل العمليات العسكرية التي تخوضها القوات الأمنية مدعومة بمقاتلي العشائر لتحرير مدينة الفلوجة من سيطرة تنظيم داعش. المعارك تركزت في الأحياء الجنوبية لمدينة الفلوجة، إذ استطاعت الأجهزة الأمنية بعد مواجهات عنيفة من الوصول إلى تقاطع السلام وتحرير جميع القرى والمناطق التي تحاذيه من جهة عامرية الفلوجة. تم تحرير مناطق البدعج والبهوى والبعفان والبخالد والبصالح وسد، وكذلك محطة وقود أحمد العجمي والفحيلات وجميع المناطق على طول الطريق ما بين العامرية
وتقاطع السلام. قتل العدو في هذه المعركة بلغ أكثر من 190 مسلح من عناصر تنظيم داعش الإرهابي. هذه الصور تظهر شدة المعارك وضراوة المواجهات العسكرية، إذ استطاعت القوات الأمنية بنهاية المطاف من تجاوز المصدات الدفاعية وتحييد دور العجلات المفخخة. أول ما تقدم الجيش بهذا قاطع السلام، قاموا العدو الداعشي بتقديم المفخخات والقناصين من تشرين على البنايات، واجهنا تعرض كلش قوي صار، بس ان شاء الله بجهود هاي الابطال حررنا هذه المنطقه. الجهد الهندسي باشر برفع الالغام من الشوارع الرئيسه بعد ان انتهت الاشتباكات المسلحه، كي يفسح المجال للوحدات العسكريه من التقدم نحو مركز مدينه الفلوجه. حررنا هذا الشارع بالاكمل من ايادي داعش، وحاليا قاعد نرفع العبوات كلها، وان شاء الله بس نكمل رفع العبوات نتجه لتحرير منطقتنا الفلوجه. لنطلع عوائلنا المحصورة هناك كلهم إن شاء الله. طيران الجيش المروحي قدم دعما كبيرا للوحدات البرية، إذ حلق على ارتفاعات منخفضة، وذلك لكشف وتدمير الوحدات التكتيكية التابعة لتنظيم داعش والتي تحاول تدمير الدروع والآليات الحربية. من محافظة الأنبار، محمد الشمري، قناة بلاد الفضائية. وتتابعون في النشرة أيضا مشاهدينا، وفد صنعاء يتهم العدوان السعودي بوضع العراقيل أمام حل الأزمة اليمنية من خلال التصعيد العسكري. وتفجيرات انتحارية قرب مكة وهجوم مسلح يسفر عن قتل وإصابة عدد من عناصر الشرطة السعودية، والسلطات تتخذ إجراءات مشددة. أهلا بكم من جديد. اتهمت وزارة الخارجية الروسية بعض فصائل المعارضة السورية بدعم المجموعات الإرهابية في حلب. المتحدثة باسم الوزارة ماريا زاخاروفا قالت أن واشنطن عاجزة عن إجبار فصائل المعارضة التي تدعمها عن التنصل من جبهة النصرة. المشكلة تكمن في أن شركائنا الأمريكيين لا يمكن أن يمارسوا الضغوط على المجموعات السورية المصالحة لكي تنسحب من مواقع جبهة النصرة، وعند ذلك يمكن القول أن إرهابي جبهة النصرة يستخدمون تلك المجموعات من المعارضة المعتدلة لإنشاء الاستفزازات الجديدة، ومن جانبها موسكو تصر على ضرورة المكافحة الحاسمة ضد الإرهاب وضد الذين ينتهكون الهدنة، ومن بين تلك المجموعات مثل أحرار الشام وجيش الإسلام. هذا وكانت واشنطن قد طالبت المعارضة السورية بطرد ممثلي تنظيم جبهة النصرة الإرهابية عن صفوفها، فيما حثت الخارجية الأمريكية المعارضة على عدم احتواء الفصائل المسلحة المتورطة بقتل المدنيين من خلال خرق الهدنة. المتحدث باسم الخارجية الأمريكية مارك تونر قال إن واشنطن وموسكو اتفقتا على توسيع نطاق اتفاق إيقاف الاقتتال في سوريا. تتمثل بتمديد نظام وقف الأعمال القتالية وجعله مفتوح الأمد قدر الإمكان، ولكننا يجب أن نبدأ من شيء محدد، لذلك فنحن نريد رؤية هذا النظام يصمد في البداية، وبعد ذلك سننظر في أمر تمديده والتقدم في هذا الشأن. أكدت مصادر مطلعة أن القوات التركية فتحت معبرا سريا بطول كيلومترين يمتد من الأراضي التركية حتى قرية حوار كلس شمال شرق مدينة أعزاز السورية. المصادر بينت أن هذه الخطوة جاءت بطلب من حركتي أحرار الشام وجبهة النصرة الإرهابيتين بهدف فتح معبر بديل عن معبر السلام لإدخال الأسلحة الثقيلة والمتفجرات من تركيا إلى سوريا. أحبط الجيش السوري محاولة تقدم للعصابات الإرهابية على ريف حلب الجنوبي شمال غربي سوريا. مصدر عسكري أكد أن الجيش قتل عشرة الإرهابيين في اشتباكات جرت في بلدة خانطومان. المصدر أشار أيضا إلى أن العملية أسفرت أيضا عن تدمير ثلاث آليات تابعة للإرهابيين، فضلا عن اغتنام عدد من الأسلحة والأعتدة التي كانت بحوزتهم. دعت الأمم المتحدة إلى إجراء تحقيق فوري بحادث استهداف مخيم للنازحين في محافظة إدلب السورية
قرب الحدود التركية. نائب الأمين العام للشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة ستيفن أوبيراين قال إن هذا الهجوم الذي استهدف المدنيين يجب تصنيفه كجريمة حرب ويجب أن يحاسب المسؤول عنها، مرجحا قيام التنظيمات الإرهابية بذلك. ويذكر أن نحو 30 شخصا قتلوا أمس الخميس جراء غارة جوية استهدفت مخيما للنازحين بمحافظة إدلب. أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن أي نجاح في محاربة الإرهاب يجب أن يقيم كانتصار مشترك، وأن أي ضحية للإرهاب يجب أن تقيم كخسارة شخصية. بوتين بتصريح صحفي قال إن محاربة الإرهاب يتطلب تضافر جهود جميع الدول الكبرى كأمريكا وبريطانيا وفرنسا، مشيرا إلى أن طرد التنظيمات الإرهابية من الأراضي السورية سيكتب نهاية تلك التنظيمات. يواصل الجيش السوري التقدم في عدد من المحافظات السورية موقعا خسائر كبيرة في صفوف الجماعات المسلحة، فضلا عن رفع عشرات الألغام والعبوات الناسفة من الأحياء السكنية للبلاد. يواصل الجيش السوري عملياته العسكرية ضد العناصر الإرهابية في عدد من المحافظات والمدن. الجيش السوري وبمساندة طيرانه الحربي شن هجوما واسعا على إرهابي داعش في حي الصناعة بمدينة دير الزور، أدى إلى مقتل العشرات منهم وتدمير 5 آلية تابعة، فضلا عن اغتنام عدد من الأسلحة والأعتداء التي كانت بحوزته. وفي ريف حلب الجنوبي نفذ الجيش السوري عملية عسكرية واسعة ضد إرهابي جبهة النصرة قرب بلدة خان طومان، مستخدما فيها مختلف أنواع الأسلحة، أسفر عن تدمير 6 آليات تابعة للمسلحين، 3 منها مفخخة كانت تنوي الجماعات الإجرامية تفجيرها على قوات الأمن السوري. في غضون ذلك أعلن المركز الروسي للتنسيق في قاعدة حميميم الجوية أن وحدات من الهندسة العسكرية السورية فككت أكثر من 74 لغما أرضي في مدينة القريتين بمحافظة حمص لتأمين عودة العوائل النازحة إليها بعد أن قام الإرهابيين بزراعتها في أحيائها السكنية. وللمزيد من التفاصيل ينضم إلينا عبر الهاتف من دمشق ضيفنا من دمشق العاصمة السورية. بداية أهلا بك ومرحبا سيدي الكريم، هناك تهدئة في حلب تم التوصل إليها مؤخرا، هل تتوقعون صمود هذه التهدئة هذه المرة وهل هناك ضمانات لنجاحها؟ تفضل. مساء الخير لك ومشاهدين الكرام. لا شك أن التهدئة التي أعلن عنها قبل 48 ساعة بكل أسف حتى اللحظة لم تنجح بسبب الخروقات للمجموعات الإرهابية المسلحة وبسبب إعادة مباشر من تركيا والسعودية، وهذا يدل على أن هاتان الدولتان بدا يشكلان خطر على الاستقرار والأمن في المنطقة عموما، وهما داعمتان للإرهاب بشكل عالمي. طيب، ما مدى إمكانية تمديد هذه الهدنة في سوريا وهل ستكون بابا للدخول في تهدئة عامة؟ أعتقد أن الحديث عن تمديد التهدئة لا شك أن فيه مصلحة بداية الحفاظ على أرواح السوريين بغض النظر عن انتماءاتهم السياسية وتوجهاتهم، وأيضا فيه حفاظ على أي قطرة أو على كل قطرة دم سورية، لكن المشكلة والمواضيع الأساسية هي عند الإدارة الأمريكية، هل تملك نوايا وايضا اراده حقيقيه في الضغط على كل من السعوديه وتركيا بعدم التدخل او حتى لخرق هذه التهدئه تحديدا في حلب، خصوصا في ظل تصاعد النيران الواضح في الايام الاخيره؟ لا شك ان خرق التهدئه هو تحد لاراده المجتمع الحربي وللاتفاق الذي تم بين موسكو وواشنطن، وبالتالي على الاداره الامريكيه في هذه المره تحديدا في حلب أن تأخذ قرارا شجاعا بالضغط على حليفتها السعودية، وإلا لن تعد حقيقة لها هيبة في المجتمع المحلي أو حتى في المجتمع الإقليمي،
وهنا تتبين ايضا ان الاداره الامريكيه لم تعد صادقه في مكافحه الارهاب كما تعلن، وانما هي اصبحت داعم اساسي ومباشر، خصوصا وان هناك قوات امريكيه اصبحت على الحدود الشماليه السوريه تحديدا في منطقه النيلان. نعم، من العاصمة السورية دمشق كنت معنا عبر الهاتف المحلل السياسي حسام شعيب، شكرا جزيلا لك. كشف رئيس وفد أنصار الله المشارك بمفاوضات الكويت محمد عبد السلام أن قوى العدوان وما يمثلها في مسار المشاورات وضعت كثيرا من العراقيل أمام إيجاد حل لأزمة اليمنية. وقال عبد السلام إن وفد الرياض يخلق معوقات بموازاة تصعيد ميداني خطير تمثل بتحشيد عسكري واسع في مأرب وتعز وشبة ومع استمرار الغارات الجوية، مبينا في الوقت نفسه أن جنوب اليمن يتعرض للاحتلال المباشر تحت ذريعة مواجهة تنظيم القاعدة. استبعد وفد الرياض المشارك بالمفاوضات اليمنية في الكويت انسحابه من المشاورات بعد عودته إلى المشاركة بها مجددا. عضو الوفد عبد الملك المخلافي قال إن المشاورات قد لا تصل إلى نتيجة بسبب التباعد الكبير في وجهات النظر بين الوفدين، وأضاف أن المجتمع الدولي والمبعوث الأممي مستمران ببذل جهود كبيرة من أجل تسوية الأزمة والوصول إلى حل سياسي. استمر العدوان السعودي لليوم 26 على التتالي بخرق إيقاف إطلاق النار في عدد من المحافظات مستهدفا المدنيين العزل. مصادر ميدانية قالت إن الطائرات السعودية استهدفت حيا سكنيا بمديرية نهم في العاصمة صنعاء أدى إلى إصابة عدد من المواطنين. المصادر أضافت أيضا أن مرتزقة العدوان أطلقوا صواريخ كاتيوشا على منطقة بيت اليزيدي في محافظة الضالع أسفر عن إصابة 3 مدنيين بجروح خطيرة. قتل شرطي سعودي وأصيب 3 آخرون بحادث إطلاق نار في مكة. الناطق باسم شرطة المدينة أوضح أن 3 مسلحين يستقلون سيارة قاموا بإطلاق النار على مفرزة للشرطة، ما أدى إلى قتل شرطي وإصابة 3 آخرين، وكان انتحاريان قد فجرا نفسيهما خلال مداهمة قوات الشرطة منزلا قرب مكة. دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى تنظيم استفتاء على الإصلاح الدستوري لتعزيز النظام الرئاسي. أردوغان بكلمته أثناء افتتاح عدد من المشاريع الخدمية قال إن النظام الرئاسي سيسهم في تحقيق الاستقرار للبلاد. أطالب بالنظام الرئاسي لهذه الدولة للتخلص من هذه الفترة، وتعلمون جيدا بأننا دخلنا مرحلة قوية جدا. الآن أصبح الجميع يعلم جيدا بأننا محتاجون إلى نظام قوي من أجل قيادة هذه الدولة، وأنتم تعلمون جيدا بقيمة الفترة المقبلة. وأقول بأن صياغة دستور جديد لهذه الدولة هي ليست قضية رجب طيب أردوغان، والنظام الرئاسي هي ليست قضية شخصية لرجب طيب أردوغان. طالب المبعوث الأممي إلى ليبيا مارتن كوبلر مجلس الأمن الدولي برفع جزئي للحظر المفروض على تصدير الأسلحة إلى ليبيا فور تشكيل جيش موحد. كوبلر دعا بتصريح صحفي إلى الإسراع في القضاء على المجموعات الإرهابية التي تنشط في ليبيا. أهم الأولويات الآن هي مكافحة تنظيم داعش في ليبيا من قبل حكومة موحدة أو تحت قيادة موحدة. إن ذلك يطرح السؤال حول كيف يمكن أن نطلب مكافحة داعش دون رفع الحظر عن تصدير الأسلحة. لا شك أن الجيش يحتاج إليها. على أي حال، عاجلا أم آجلا، بعد إقامة الجيش الليبي الموحد يجب تقديم طلب إلى مجلس الأمن الدولي بمنح استثناءات في الحظر على تصدير الأسلحة بالنسبة لوحدات الجيش الموحد الليبي. تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي سياسة التصعيد في عدد من المدن الفلسطينية بشن غارات وإطلاق صواريخ على مناطق مكتظة بالسكان مخلفة أعدادا من الضحايا.
تتواصل موجة التصعيد في قطاع غزة غربي فلسطين في ظل الانتهاكات الصهيونية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني الأعزل من قصف وتدمير يستهدف الأحياء السكنية للبلاد. المقاومة الفلسطينية ردت على هذا الاعتداء باستهدافها الآليات العسكرية التابعة لجيش الاحتلال المتوغلة ب12 قذيفة هاون في منطقة جحر الديك جنوبي شرقي غزة. إلى ذلك أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي تعرض جنوده لإطلاق نار على الحدود الشمالية مع القطاع من غير وقوع أي إصابات أو أضرار مادية تذكر. وعلى وقع التصعيد أكد نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية أن حركته لا تريد حربا جديدة، لكنها لن تسمح بتوغلات إسرائيلية داخل أراضي قطاع غزة بحجة البحث عن الأنفاق، ولن نسمح بإنشاء منطقة عازلة. تعيش حدودنا في غزة خلال الأيام الماضية أحداث مواجهة مع قوات الاحتلال الصهيوني، وذلك بسبب أن جيش المحتلين يتوغل في داخل غزة 100 متر 150 متر بحجة البحث عن الأنفاق، وأن المقاومة لن تسمح بإنشاء ما يسمى بالمنطقة العازلة. من جانبه حمل الرئيس الإيراني حسن روحاني أمريكا وإسرائيل مسؤولية زعزعة الأمن والاستقرار بالمنطقة. روحاني في كلمته بمناسبة المبعث النبوي الشريف قال إن أمريكا وإسرائيل توجهان التهم ضد العالم الإسلامي تحت مسمى الإرهاب والعنف من أجل شن حرب ظالمة، داعيا الدول الإسلامية إلى أخذ الدروس من عدالة النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم في مواجهة المشركين والملحدين. أدانت حركة عدم الانحياز قرار الولايات المتحدة مصادرة الأموال الإيرانية في أمريكا. الحركة أصدرت بيانا قالت فيه إن هذا الإجراء يتنافى وحصانة الدول التي تعد من المبادئ الأساس التي تقوم عليها القوانين. ودعت الحركة دول العالم إلى اغتنام الفرصة وإلى اعتماد مبدأ الحوار بدلا من ممارسة الضغوط من أجل تسوية الخلافات. بعيدا عن عالم السياسة نأخذكم في جولة في عالم الرياضة مع كابتن عماد. أهلا بك. شكرا يا فراس، كيف الحال؟ أهلا بكم مشاهدينا الكرام والأخبار.